الاسلام بريء منك يا شادي يا سرور، وانا لغيت الاشتراك في قناتك ومش هتابعك تاني. شادي السجور اللي بدأ يعمل فيديوهات من 2013، واللي بدأ فيديوهاته من السطح، كان بيعمل فيديوهات دب سماج ايام ما كان تطبيق دب سماج كان طالع ومشهور، كان بيعمل فيديوهات قصيرة، وفجأة فيديو ضرب معاه وبدأ يتشهر وربنا كرمه بمشتركين كتير وسموهم جمهورية شادي سرور. بدأ يعمل أفلام، بدأ يعمل مسلسلات في رمضان، سلسلة نزل منها 3 حلقات، كان بيعمل حاجات حلوة كتير قوي، وكان عنده يعني أكتر من 500,000 مشترك، وكان دي بالنسبة له حاجة كبيرة، وما كانش لسه حد أصلا من اليوتيوبرز طالع وكان مثلا يعرف يعني يوتيوب، او كان كلهم بيتابعوا شادي سرور. وبدأ يعمل اغاني وميوزك فيديو وعملها كليبات. شادي سرور عمل اغنية اسمها اتعلمت، نزلها يوم 11 اكتوبر سنة 2018، كان بيتكلم فيها وبيقول ان كلام الناس عمر ما يأثر فيا، وانا مش هنكسر ابدا قدام كلام الناس، ومحدش يقدر يوقفني عن حلمي. المهم بعد شهر تقريبا من نزول الأغنية اللي اسمها اتعلمت، شادي سرور نزل فيديو بعنوان آخر فيديو ليه على السوشيال ميديا. الفيديو كان بيتكلم فيه بحرقة كده، واللي هو أنا زهقت من الانتقادات الكتير. وطبعا كان ساعتها في يوتيوبرز كتير اصلا طلعوا، اي حد بيعمل فيديوهات بالذات في مصر، او مش لازم اقول في مصر، في دول الخليج او في الوطن العربي كله، يعني في عندك دايلر بيعمل فيديوهات، وعمل فيديو عن التنمر عشان الناس كلها كل ما بيمشي في الشارع بتلاقي الناس بتهاجمه، تتكلم مع يعني تصورهم بدون اذنه، نفس نظام شادي سرور. بس شادي سرور اصلا مشي من مصر وراح امريكا، قال انا هحقق حلمي في امريكا عشان مش عارف احقق حلمه في مصر. وبعديها بشهر او شهرين كده وانا قاعد على الانستجرام، يعني بتصفح كده شوية على الانستجرام، ببص كده الاقي شادي سرور بيقول انا سبت الاسلام، يعني في نص الكلام. انا بصراحة ما صدقتش وقلت ده اكيد مثلا هو قصده في حاجة تانية، او اكيد يعني ده شادي سرور ومصري وكده ما ينفعش يقول الكلام ده، في ناس صغيرين بتتابعوا حتى، وفي ناس كبار يعني في ناس بتاخده قدوة ليهم، فما ينفعش انك تقول كده. واكتر من يوتيوبر صراحة شفت لهم فيديوهات زي اكرام ياجرس وليدو، وناس كتير قوي طلعت اتكلمت عن الموضوع، وغير كده في جرايد كتير زي جريدة الفجر وجريدة الوطن وجريدة مصراوي. بصراحة انا اول ما شفت الكلام اللي هو كاتبه على الانستا ومنزل الصورة، انا حسيت الايميل مسروق مثلا ولا حاجة، ما صدقتش طبعا اللي شادي سرور اللي هو كان بيصور في السطح واللي احنا اللي كنا بنتابعه هو ده شادي سرور. صراحة انا ما صدقتش، بس لقيت الفيديوهات كتير قوي عليه، فطلعت اتكلم واقول رأيي بصراحة، اللي هو انت ازاي اصلا تقول كده سبت الاسلام يا شادي يا سرور عشان العنصرية والجحود؟ احنا بيتقال علينا اكتر من كده، انت بس ممكن تكون مش قريب من دينك او مش قريب من اسلامك، فممكن تكون ما بتصليش، فعشان كده انت وصلت للدرجة دي اللي انت اصلا عايز تنتحر. والمشكلة انه في اخر الكلام كاتب عاشت جمهورية شادي سرور للابد. طب هتعيش ازاي وانت بتعمل الكلام ده؟ يعني عشان كل ده انت برضك يا شادي كنت بتعمل حاجات غلط، كنت بتصور مع بنات، كنت طبعا اكيد عشان الفلوس في ايدك كتير، فانا مش هقولك ما تعملش حاجة، بس كل واحد ودماغه طبعا، لكن هو عشان يعني انت رسمت تاتو فبعدها الناس اتكلمت عليك كتير، انت اكيد طنشت بعدها راح اتكلموا عليك، طلع نزلوا لك صور، حتى انت قلت لا انا ماليش دخل وانا مش تبع ده فوتوشوب والصور دي مش بتاعتي، فحصل معاك حاجات كتير، بس ما مش هتوصل لكده. ده حتى ليدو اتكلم بيقول انه بقاله فترة بقاله شهور مش بيرد عليا ولا عايز يسمع لي، وبقول له كذا يعني بقول له ما ينفعش اللي انت قلته ده، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده، وهو اصلا مطنش كله وما بيردش على حد. تعالوا دلوقتي هنقرأ شوية تعليقات الناس كاتبينها على اخر صورة منزلها شادي سرور على الانستجرام. واحدة اسمها ايمان بتقول يا بيه الاسلام لا هينقص من غيرك ولا هيزيد بيك، هو اولا واخيرا ربنا يهديك ويثبتنا لان الفتن كترت جدا، ولو كل واحد ساب دينه عشان مضايقة الناس وشتمتها البلد كلها هتكفر، ربنا يهدينا. ومعانا هنا واحد تاني اسمه تامر عبد المقصود بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا يهديك يا شادي ويردك الى دينه
مردا جميلا. رأيي بقى أنا في الموضوع، رأيي في الموضوع اللي مش عشان شخص مشهور أنا أكون مثلا بتابعه فأتعلق بيه فاللي هو يعمله أنا أعمله، لا طبعا الكلام ده غلط. الكلام الصح اللي هو مثلا هو شخصية بتعمل فيديوهات على اليوتيوب بقى أكتر من 4 سنين ولا أكتر، فعادي بنشوفه كترفيهي، فلو قابلنا مثلا في الشارع ممكن نتصور معاه، قابلنا في أي حتة تمام عادي بنشوف فيديوهاته بنتابعه، لكن مش اللي هو يعمله احنا نعمله. وبصراحة أنا رد على الموضوع ده يعني بقول اللي انت يا شادي بقيت يعني بتعمل حاجات غريبة، وأنا خلاص لغيت الاشتراك وقلت من نظري. كنا الاول بنقول لك ارجع يا شادي وما تيأسش واحنا معاك وفي ظهرك واحنا جمهورية شادي سرور، صح زي ما انت بتقول وبتحمسنا في فيديوهاتك. خلاص شادي سرور ضاع، والحركة اللي انت عملتها دي يا شادي حركة مش هتتنسي ابدا، وحركة كبيرة جدا في نظر كل واحد، وهتأثر فينا احنا كصانعين محتوى على اليوتيوب، واللي احنا نقدر نقدم للناس كل حاجة حلوة. بس كده الفيديو خلص، كنت لازم اطلع اتكلم عن الموضوع ده، مش عشان ناس كتير كلمت عليه، لا عشان الموضوع يستاهل فعلا. انا مش عارف ليه كل حاجة بيربطوها بالاسلام، اي حاجة تحصل الاسلام، اي حاجة تتفجر الاسلام، كل حاجة بيربطوها بالاسلام. الاسلام دين التسامح والتعايش، الاسلام دين التسامح ونبذ العنف، الاسلام دين التسامح والرحمة. خليك غيور على دينك.